الحورية يا ضنايا ما تزعلش نفسك قوي كده، هي الولية دي شالة وانا خلاص يا ضنايا مش هتعامل معاه. انت لازم تبطلي الشغلانة دي. حبيبتي امك هو ايه اللي حصل؟ الجيران سمعوا ناس بتزعق لنا نزلوا، ما هم طول النهار يزعقوا واحنا نسمع. الجيران؟ والضيقة اللي كانت واقفة في وسطينا وسمعت الكلام اللي يجرح كله اللي الست قالته. هي الضيقة دي مش صاحبتك؟ ايوه زميلتي، بس هتحكي لمامتها وهتحكي لاخواتها واخواتها يحكوا لجيرانهم وهلم جرى بقى. يا حورية انا لو بطلت الشغلانة دي هنموت من الجوع. يا ماما انت مش عارفة، دي هتحكي لزمايلي في الكلية وهبقى مضحكة الدفعة كلها. انا اصلا بفكر ما اروحش الكلية تاني، انا مش هقدر استحمل تلقيح الكلام والضحك اللي من غير سبب. يا بنتي انت مكبرة الحكاية قوي، هما ايه قفشوا في كباريه؟ الفقر يا ماما ريحته وحشة، ولما بيبان كله بيحط ايده على مناخيره. انت ليه مش مقدرة اللي انا فيه؟ بطل الشغلانه دي، بس فكرك يعني ده هيمسح اللي حصل. الناس على ده وده. انت شكلك كده بتهوديني ومش هتبطلي. اوه ده ايه الهولم اللي انا فيه ده؟ هو هتبقى انت والزمن عليا؟ اخوكي لا منه ولا كفايه شره، وانت عايزه الدنيا كلها على مقاس جزمتك؟ ده ايه الهولم ده يا رب؟ ده ايه الهولم ده؟